نتكلم في الشق الثاني، شق الجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي احنا كنادي اهلي عايزين طبعا يخش جمهور 100% كل ماتشات، كل الماتشات. ليه؟ لان جمهور النادي الاهلي ده اهم سلاح عندنا. سلاح ايه؟ اللي هو بيدينا الحماس والروح. النادي الاهلي بدوره بعد جواب لاتحاد اليد بخصوص مباراه بكره الاهلي والطيران عشان يبقى كلام واضح جدا. النادي الاهلي بعت جواب هنعرضه قدامكم على الشاشه لاتحاد اليد. النادي الاهلي بعت الجواب يا ريت بس نحطه، قال فيه ايه؟ سيد الاستاذ المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره اليد، يسعدني ان اهدي لسيادتكم تحيات الساده الرئيس واعضاء مجلس اداره النادي. وبعد بالإشارة إلى بدء مباراة الموسم الرياضي 2019-2020 يرجى التفضل من سيادتكم بالإقامة بالإفادة عن إقامة المباريات بجمهور أو بدون جمهور سواء على ملاعب النادي أو خارجه، شاكرين ومقدرين لسيادتكم صادق تعاونكم الدائم معنا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام المدير التنفيذي عميد محمد مرجان. ده اتحرر يوم كام؟ على اليمين، على اليمين تحت كده 25/8/2019 شهر 8 ترد علينا النهارده كنادي اهلي من اتحاد اليد. قال الساده المدير التنفيذي للنادي الاهلي تحيه طيبه، وبعد يسعدني ان ابعث لسيادتكم بخالص تحياتي وتحيات الساده اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد بالاشاره الى الخطاب الوارد من سيادتكم بشان طلب الافاده عن اقامه المباريات بجمهور او بدون جمهور سواء على ملاعب النادي او خارجه. يرجى العلم بانه يسمح بانه يسمح بالدخول لحاملي بطاقات الاتحاد موسم 2019-2020 وحاملي بطاقه الانديه المتباريه فقط فقط. وهذا العلم والاحاطه المدير التنفيذي الاستاذ ايهاب العزب تحريرا في 4/9. زي ما احنا شايفين النادي الاهلي بيدور على حق جمهور، بعت الاتحاد اليد واتحاد اليد رد عليه بجواب النهارده بيقول ان الجمهور اللي موجود جوه الصاله في اي مباراه هي عباره عن حاملي بطاقات الموسم 2019-2020 او حاملي بطاقات الانديه المتباريه بمعنى الاعضاء العاملين، هو قال فقط. بس هو سؤال ان الاتحادات تقرر جمهور ودخول جمهور، هو لما جمهور يخش ويشجع وتبقى اللعبه تزيد شعبيتها مش هيزيد عند حضرتك التسويق؟ مش هيجي المنتخب مصر جماهير كتيره جدا تشجع منتخب مصر عشان الناس دي بتشوفهم في التلفزيونات وبتشوفهم في الملاعب وهكذا؟ مصلحه مين؟ اكيد لازم الاتحادات كلها تراجع نفسها تاني عشان تطلع بيانات واضحه جدا للجماهير المصريه. اعتقد الكره هتبدا والكره اعتقد داخله في الموسم الجديد ان هي ان شاء الله تدخل جماهير. ده اللي احنا كلنا سامعينه، نتمنى ده ونتمنى الاتحادات تبتدي تفتح 50/100 وتبتدي هكذا عشان الامور تتواصل. نتمنى اكيد من الجمهور لما يخش اكيد لازم يكون في التزام، ونتمنى من الاتحادات ان هي لما تطلع قرار تطلع قرار تبص عليه من الناحيه التسويقيه والناحيه الجماهيريه. النهارده اي منتخب عندنا عايز جماهير وتشجيع، هيشوفوهم ازاي؟ هيشوفوهم في الانديه، جوه الانديه، جوه الماتشات، هيشوفوهم على التلفزيونات وهيشوفوهم كمان جوه الماتشات. ده بالنسبه لحضور الجمهور.